فضل حضرتك، انا كنت ممكن قريبه. استاذنك تعلي صوتك شويه نسمعك كويس؟ ايوه حضرتك كده تمام. شوف، اه تمام، اتفضلي. سؤالك ايوه ايه حضرتك، دكتوره حمديه؟ انا كنت والده طارت من سنه، وكان عندي اثناء الولاده نقص جامد في الصفائح الدمويه. حضرتك سامعاه كويس؟ نقص في الصفائح الدمويه. اوكي. في الصفائح الدمويه، والدكتور قال لي ان انا احتمال اخد نقل دم اثناء الولاده، بس الحمد لله ربنا ستر والولاده عدت على خير. بس كنت باخد بنج نصفي، وكنت دايما بيحصل لي اغماء اثناء العمليه، وبعد العمليه مش بقدر اقف على رجلي كتير، وعلى طول حاسه بسحوب في البصره، وانا اصلا عندي سوره في الدم كمان، وعندي نسبه انيميا. فانا مش عارفه، انا عايز ان انا اظبط مع دكتور الدم، يديني ادويه او حاجه، عشان انا فعلا بيحصل لي تدمير في دماغي. بس معلش، اخر حاجه يعني، حددي سؤالك بس، نعلي صوتنا مدام هبه. انا عايزه يعني اشوف يعني دكتوره او علاج كويس للتعب اللي انا فيه. علاج للتعب اللي انت فيه. تمام جهاد على طول، وده كان تمام صفائح دمويه، وكنت بدور على دكتور الدم اللي انا اكشف عنها. يعني انت سنك قد ايه بس عشان الدكتوره تبقى عارفه برضه؟ عندي 33 سنه. 33. في سؤال يا دكتوره اللي هتجاوبيها على طول؟ في حاجه طيب، هتحب انت اخر صوره دم عملتيها، انت والده من سنه تقريبا يا هبه قلتي لي، اخر صوره دم عملتيها كان الصفائح الدمويه قد ايه والهيموجلوبين قد ايه لو انت فاكره؟ لا انا مش فاكره، بس التحليل معايا، بس الدكتور قال لي يا دوبك توليدي، وكان كنت معرضه ان انا اخد دم يعني، بس الحمد لله ما خدتش يعني. طيب هبه، خدي تليفوني من طب الكنترول وانا هقول تمام. لك دلوقتي، ما تقلقيش خالص. طيب بشكرك يا اوكي. مدام هبه، خليكي معانا، خدي التليفون دكتوره من الكنترول، وهي برضو هتجاوبك حالا. شكرا لحضرتك. دلوقتي في بعض الحالات بيحصل فيها نقص للصفائح الدمويه مصاحب مع الحمل، اوكي، وفي حالات تانية اخرى بيحصل لها مش نقص بس في الصفائح الدمويه، ده بيحصل نقص في الصفائح الدمويه، وبيحصل ممكن كمان اجهاض منزل او اجهاض في الشهور الاولانيه. في حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، خلاص ده بيكون مصاحب لكده. من الواضح يا هبه ان انت ما كانش عندك الانتي فوسفوليبيد سندروم ده، انت كان عندك بس نقص في الصفائح الدمويه، بس بما انك ما احتاجتيش نقص نقل صفائح وقت الولاده، يبقى انت كان العد معقول، فما تقلقيش خالص وما تخافيش. بالنسبه انا مش قادره اوصل انت عندك انيميا ولا لا، لان انت ما قلتيش نسبه الهيموجلوبين قد ايه، ولا صوره الدم معلومه مش عندك. فاكراها. لو تواصلتي معايا هقدر اقول لك. لكن يا جماعه انا عايزه اقول ان احنا اي ست حامل وهي موجوده لازم بتعمل فحص دوري، او فحص في اول الحمل، وفحص بعد كده بعدها باربع اسابيع، وبعد كده بتزيد كل مره بيبقى بعد اسبوعين. دي تمام. اهميه المتابعه الدوريه في الحمل. ليه؟ اي مشكله صحيه بنقدر نعالجها، ما تستناش انها وقت الولاده وتروح مباشره، لان لو في مشكله وقت الولاده هي بتحط نفسها وبتحط الطبيب المعالج مشكلة في طبعا. مشكله وفي مأزق. تمام. ف من الأول من يعني. الاول تمام. دي المتابعه الدوريه. وعموما يعني يا ريت اي حد حتى من غير بقى حمل ولا اي حاجه، الكشف الدوري والفحوصات الدوريه، احنا صحتنا اغلى حاجه عندنا، تمام مفيش اكيد احسن طبعا. من الاستثمار في الانسان، بالظبط. وعشان الانسان نستثمر فيه فيبقى اول حاجه صحته. تمام.